52 بيقول لي واحد من هذه الستركتشرز ما يعتبرش ليجمنت من الاوفري، هل ميزوفيبيوم مش ليجمنت من الاوفري؟ طب اسمه فتح، بيقول لي ميزو اوفيريوم، يبقى انا اكيد ليجمنت من الاوفري، يبقى مستحيل اخطات دي. هو بيقول لي مين اللي مش ليجمنت؟ تمام. طيب هنا بقى فاكر نفسه يضحك عليا، بيقول لي الانفانديبيلو بيلفيك ليجمنت، الليجمنت اللي بيوصل الانفانديبيلم والبلفيس ببعض، يعني لو فكرنا فيها شويه كده نقول لا يبقى ده اكيد مش ليجمنت من الاوفري، صح؟ لا، ده الاسم الثاني للمفاجاه، السسبنسوري ليجمنت بتاع الاوفري. يبقى رقم بي ده هو السسبنسوري ليجمنت بتاع الاوفري، يبقى هو اكيد ليجمنت من ضمن الاوفريز، يبقى مش هختار رقم A ولا هختار رقم B. رقم C بيقول لي ميزو سالبنكس، طب ما احنا عارفين السالبنكس دي المقصود بيها ايه؟ الفالوبيان تيوب. طيب الميزنتري او اللي هي المفروض جزء من الاوفيريان البرود ليجمنت، جزء من البرود ليجمنت اللي بيوصل اللي فيه الفالوبيان تيوب، يبقى اكيد ده ملهوش علاقه بالاوفري، يبقى هو ده بالفعل، هو ده بالفعل رقم سي، اكيد الاوفريان ليجمنت ليجمنت من الاوفري، اكيد اكيد. يبقى رقم سي هو بالفعل اللي مش ليجمنت من الاوفري، ده الميزوسالبنكس، ده الجزء من البرود ليجمنت بتاع اليوترس اللي ليه علاقه بالفالوبيان تيوب.